حلقة النهاردة هي قاعدة عاملة لنا عقدة بقالها سنين، وهي في الحقيقة أتفه من التفاهة. السلام عليكم يا شباب، أهلا بكم في حلقة جديدة من جديد الشوارع. معكم إسلام AKA سامكس. Let's jump right in. سمي الله الأول كده وصلى على النبي في قلبك، لأن النهاردة إن شاء الله هتشوف قاعدة إن وأون وآت كما لم تشهدها من قبل. لو انت اول مره تتفرج عليا، انا شخص اتعلمت الانجليزي كله من اللقاءات والافلام. هتستفاد من الكلام ده. ده معناه ان انا لما اقول لك هشرح لك قاعده، يعني هشرح لك بشكل مختلف تماما عن المدارس والطرق اللي احنا اتعلمنا بيها. هشرح لك بنفس الطريقه اللي انا اتعلمت بيها، اللي خلتني لما اتكلم مع اجانب ما افكرش قاعده ان بيجي بعدها ايه وان بعدها ايه وكل الحوارات اللي احنا خدناها في المدارس دي. هخليك ان شاء الله لو انت شخص بتدرس او عايز تتكلم مع اجانب، اما تشوف كلمه ان وان وات بص ما تفكرش نهائيا، انت عارف هيجي بعدها ايه، هتحلها كانها عربي بالظبط كده. هنبدا بايه؟ هنبدا بايه؟ تخيل معايا كده شكل الكره الارضيه كبيره جدا، صح؟ اي مكان، اي مكان بتحلم بيه، اي مكان عينك تيجي عليه في الكره الارضيه هتستخدم فيه ان. In Egypt, in Cairo, in America, in San Francisco, in California, in Iraq, in the Atlantic Ocean، يعني في المحيط الأطلنطي. أي مكان في الدنيا بتحلم بيها الخريطة هتشاور عليه كده بحرف إن. جميل؟ مفيش أسهل من كده. تمام. ومن هنا بقى نقول لعمو اللي مسكرين القمر الصناعي ده، الله يبارك لك يا عمو، نزوم كده شوية. أيوه نزوم لنا شوية. اللي هيبان بقى أول ما يخش جوه الكرة الأرضية هيبان طرق، شوارع، جسور، كباري، صح؟ هتبدأ تبان حاجات، تفاصيل جوه الكرة الأرضية، تفاصيل كبيرة شوية. هنا بقى التفاصيل الكبيره دي هتستخدم لها كلمه اون. اون شارع محمد علي. مع العلم ان شارع محمد علي ده مش صغير، ده شارع طويل كبير. اون تاور بريدج، يعني في جسر البرج ان لندن، اللي هو في لندن. اون تاور بريدج، اون اون محمد علي ستريت. وهنا بقى يجي اللغز والسؤال اللغز اللي هيحل لنا اي حاجه في حلقه النهارده. هل في ادق من كده؟ هو ده السؤال. هل في ادق من كده؟ هبسطها لك. تخيل كده دلوقتي انك نازل تقابل واحد صاحبك، تمام؟ فبتتكلموا في التليفون وبتتفقوا على المكان. السلام عليكم. ايه يا حبيبي انت فين؟ انا وصلت خلاص في شارع محمد علي. طب اصبر يا ابني، فين في محمد علي؟ انزل يلا. سلام. عبيط ده ولا ايه؟ هتقول ايه نفس سرك؟ عبيط ده ولا ايه؟ طب فين في شارع محمد علي؟ ما حددليش المكان بالظبط، عند بتاع البيتزا ولا عند محل الكشري ولا عند القهوه؟ ما حددش. ات ستاربكس، عند ستاربكس. ات يعني عند المكان بالظبط. بص يا جماعه، ات اللي هي كده بالملي، المكان بالملي. يعني الاول كده القمر الصناعي كان كره ارضيه، تمام؟ ان ايجيبت او ان كايرو في القاهره. القمر الصناعي قرب شويه بقى فين؟ اون محمد علي ستريت، في شارع محمد علي. قرب بقى اكتر، ات، خلي عمو بقى اللي ماسك القمر الصناعي يعمل لنا زوم ان على الاخر، بقى كده ايه؟ عند ستاربكس، ات ستاربكس. هي دي القاعدة اللي عرفانا من واحنا صغيرين في ابتدائي واعدادي وثانوي. مش ابسط من كده. يلا بينا نروح نشوف الكلام ده في الافلام، بعد كده نرجع ناخدها بقى مع الاوقات اللي هي اهبل من كده اصلا. That's breakfast on the river. That's breakfast on the river. On the river. Yesterday on the street. Yesterday on the street. Yesterday on the street. Yesterday on the street. I'm that nigga on the back street. I'm that nigga on the back street. On the back street. On my own, on my own, on my own. Sold it on 16th Street, but sold it on 16th Street. Even at the hotel. Even at the hotel. Even at the hotel. Even at the hotel. I'm at the hostel. I'm at the hostel. I'm at the hostel. I'm at the Lowe's. I'm at the Lowe's. I'm at the Lowe's. لحد كده ايه؟ جميل والحمد لله زي الفل. بدليل ان انت لسه مكمل مع الفيديو. بص بقى، الجاي ده شغل اطفال، شغل تفاهه متعقدين منه في المدرسه، وانا مش هديهولك بنفس الطريقه استحاله. بص بقى، مش هقول لك ايه بتيجي مع يوم الاسبوع والشهور وكل الحوارات اللي احنا لازم نحفظها دي. فهم فهم. تخيل كده معايا من اول ما ابتدت الخليقه، بص من عصر الديناصورات لحد دلوقتي، لحد وقتنا هذا، اي فتره زمنيه طويله تيجي توصفها هتستخدم ان. اي فتره زمنيه طويله لحد اسبوع، لحد السبع ايام، تمام؟ عد معايا بقى، في عصر قبل الميلاد، في عصر الحجري، في عصر الديناصورات، في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات، في الالفينات، في سنه 2020 اللي احنا فيها دي،
ضيق الفترة شوية بقى، خش جوه سنة 2020 في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف، في أي شهر من ال 12 شهر عايز تقوله، يناير، فبراير، مارس، أي شهر عايز تقوله، لحد ما نوصل أول 7 أيام من شهر مثلا، أول 7 أيام من شهر يناير. حلو، كل اللي احنا قلناه ده بص من غير ما تحفظ، من أول ما ابتدت الخليقة لحد 7 أيام تقدر تعدهم كده على إيدك، كل ده إيه؟ بص انت تخش اي امتحان تقفل، كل ده ان زي الفل. نخش بقى على قلنا هنضيق الفتره شويه، هنخلي فتره زمنيه محدده زي ما خدنا على الكره الارضيه، ضيقها يلا. هنخش بقى جوه السبع ايام، جوه السبع ايام، فرايداي، ساندي، موندي، ثيرداي، اي يوم عايز تقوله، اي يوم من ايام الاسبوع. يوم مثلا 5 مايو يوم متحدد بعينيه، يوم متحدد بعينه، اي يوم من ايام الاسبوع، سبت حد، يوم 5 مايو، ما 5 مايو ده برده ممكن يكون سبت حد، هي لعبة بالألفاظ مش أكتر. يوم عيد ميلادي، ما هو يوم عيد ميلادي ده برضو ممكن يكون يوم، برضو يوم عيد ميلادي في الويك إند، الويك إند ما معروف اللي هو يوم الخميس. شفت الأيام بقت متحددة إزاي؟ أيام متحددة، وقت متحدد بقى أون، متحدد أكتر، صح كده؟ طب لو قلنا Saturday morning دي فترة متحددة؟ مش عارفين صح؟ هبسطها لك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معك الشركة السعودية للمنتجات العصرية يا فندم. هنجيلك ان شاء الله بالاوردر يوم الجمعه الصبحيه. تمام، بس امتى بالظبط عشان عندي شغل ان شاء الله؟ لا هو الجمعه الصبحيه بس يا فندم. ايوه امتى بالظبط؟ الموقف اللي حصل ده مش ميعاد، ما هو لازم يحدد لك بالظبط. اذا سؤالنا الذهبي، هل ده ادق وقت؟ مش ادق وقت، لازم يقول لي يوم الجمعه الساعه 10، الساعه 11، الساعه 12. لما نيجي نحدد بالملي، نحدد ميعاد at 10 p.m. at sunrise عند شروق الشمس، اللي هو بيكون اصلا ساعه واحده ومتحدده في اليوم. at midnight في منتصف الليل اللي هي الساعه 12، ارقام متحدده بس لعب بالالفاظ مش اكتر، صح؟ sunrise، midnight، at 10 p.m. اوقات متحدده بالملي، بالملي ما فيهاش هزار، يعني بكل بساطه at كده اللي هي ايه، ادق حاجه، ما فيش سؤال ينفع يتسال بعدها. الساعه 10 بالظبط، ينفع حد يسالك الساعه 10 اللي هو امتى؟ هتقول له انت عبيط ولا ايه، يعني هو الساعه 10 يعني الساعه 10 خلاص، الساعه 10 بالليل، في ايه تاني؟ حدد لك ايه تاني؟ نفس الفكره كده. حلو. At 3 p.m. January 25th, 2002. January 25th, 2002. Only on my birthday. Coming in 2016. بص بقى، لو انت لسه بتدرس هتلاقيهم بيستعبطوا في الامتحانات عشان يوقعوك. ازاي؟ بيتلاعبوا معاك بالالفاظ. يعني مثلا the exam will start not first week of January. الامتحان هيبدأ في أول أسبوع من يناير. هنا بقى لو أنت نسيت كل اللي أنا قلته أصلا، سؤالك الذهبي معاك، هل في أدق من كده؟ طبعا. ينفع واحد صاحبك يقولك هقابلك في أول أسبوع من يناير؟ هتقول له أنت عبيط؟ إمتى بالظبط يعني؟ هيقولك يوم الأربعاء. أيوة إمتى يعني؟ سؤال تاني، أيوة إمتى يعني؟ الساعة 10 مثلا، مش عارف معلقة معايا الساعة 10. يبقى اتحددت من 7 أيام، اتحددت ليوم الأربع للساعة 10. في سؤالين اتسألوا بعد، سؤالين ذهبيين كده اتسألوا بعد يوم 7. لو انت مغمض دي إن اللي هي أكبر حاجة زي الكرة الأرضية كده، أكبر حاجة. شفت البساطة اللي احنا فيها؟ هي دي القاعدة اللي احنا عمالين نقع فيها، وكانت في الثانوية عامة. أنا شخصيا في الثانوية عامة جوقت في سؤال زي ده ومعرفتش أجاوب عليه بسبب طريقة التعليم الغلط اللي احنا اتعلمناها، اللي خلتني أحفظ أقعد أقول إن بيجي معاها كذا وكذا وكذا، ودخلت الامتحان أصلا مع التوتر وكل اللي أنتوا عارفينه، الدنيا ضاعت يعني معايا. عامة أنت فاهم مش حافظ، أنت إيه؟ فاهم مش حافظ. حتى لما تيجي تتكلم مع أجانب أنت فاهم مش حافظ. غالبا لما تتكلم مع أجانب أصلا أنت مش هتستخدم حروف الجر، نادرا. أنت ممكن تقول Sunday morning 10 o'clock. Sunday morning 10 o'clock. Flight 7, Sunday morning. We were doing 2 services Saturday night, 3 Sunday morning, 2 Sunday night. 7 services a weekend. We were doing 2 services Saturday night, 3 Sunday morning, 2 Sunday night. 7 services a weekend. Sunday morning. يوم الحد الصبحية. مش شرط تستخدم حرف جر. ولا حد هيقول لك. انت سنة ما تتكلم مع جانب هتلاقيهم مفيش حروف جر. مفيش اللي احنا بص مفيش العقد. زي ما انا بكلمك بالعربي كده، ما بفكرش اي قاعدة في الدنيا، صح؟
عقابا ليك طول ما انت ماسك المايك والله ما هسيبك. اسكت اهدى بقى اهدى خلينا اصور بقى. عايز اقول لكم في مره من المرات كنت بكلم مع شخص امريكي وكنت بقول له بهزر معايا كنت بقول له ان انا اعلمك عربي فرد عليا قال لي استحاله دي اصعب لغه في العالم. هم وصل لنا على اننا دي اصعب لغه والقواعد بتاعتنا صعبه جدا ما تتفهمش. فهم اصلا عايز اقول لك قواعدهم لما تكون قاعده زي دي كانت مغلبانا فعلا مطلعه عنينا واحنا صغيرين في ابتدائي واعدادي وايا كان في الدراسه. هم اصلا قواعدهم تافهه جدا وانت لما تيجي تتكلم معاهم زي ما قلت لك من شويه مش بتحس اصلا ان انت بتقول قواعد. يعني تتكلم عادي زي ما انا بكلمك كده زي ما قلت لك فالموضوع بسيط جدا. الانجليزي اسهل من العربي 100 مره. فكل انا طالبه منك لو انت عندك اخ لسه بيدرس او اي حد من صحابك عنده عقده من حته القواعد دي وبتوقعه في امتحانات بقى او ايا كان عايز اقول لك ان شاء الله هتنزل سلسله حلقات للقواعد كمان كتير جدا هتخلصك بقى من عقده القواعد دي للابد. ما تنساش الحلقه عجبتك تضغط على اللايك وتكتب لي في التعليقات ايه رايك في الحلقه. ولو عندك اي حلقه او اي اقتراح لاي حلقه جايه اكتب لي في التعليقات ان شاء الله هعملها. اشوفك ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم. انت نمت ولا ايه؟ خلصت؟ خلصنا. يلا قوم مروح. يلا دلوقتي مش عايز تنزل. يلا السلام عليكم يا شباب.